بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقكم. معاكم سوريا. أنا شفت المسيح كتير، وهو اللي قال لي إن أنا أتكلم معاكم عن طريق الإنترنت، وبدأت فعلاً من مدة أحكي معاكم. النهاردة أنا شفت المسيح كتير، مراحل الطريق الروحي الجزء 9، دعانا للمجد. النهاردة هنركز على حاجة ما تكلمناش عنها قبل كده بس مهمة، عمودي يكين وبوعز. في السورة اللي قدامك وفقاً للكتاب المقدس، كان بوعز وياكين عمودان نحاسيان توأمان يقفان بجمال وبهاء عند مدخل القدس في هيكل سليمان، ولم يكن لتقوية مباني الهيكل أو لحمل السقف ولا شايلين أي حاجة. وإحنا عارفين إن الهيكل قد أعطي الدقائق تفاصيله من ربنا. ياكين هو فرع من فروع الكهنة تنتمي إليهم والدة داود الملك، وكلمة يكين معناها يهوى أسس عرشك إلى الأبد. وبوعز هو جد داود الملك، ومعنى اسمه بقوة يهوى يسر الملك. الله أسس عرشك إلى الأبد ويثبته، والملك يفرح بقوة الله. وده كان معنى العمودين، ولقيت إن المعنى بتاعهم حقيقي جميل وفوق الرابع. الحقيقة بما أنهم مش شايلين حاجة، كان إيه لازمتهم؟ أكيد في سبب. السؤال ده كان جوايا، وسمعته طبعاً إن بعض أوصاف هذين العمودين بتصور مركزنا إحنا ومسؤولياتنا كمؤمنين يتكون منهم هيكل الله الحي. تعالوا النهاردة نتأمل شوية في العمودين دول ونعرف إيه حكايتهم. كانت خامات العمودين غنيمة لداود الملك، فالنحاس رمز الغلبة والنصرة اللي صنع منه العمودان جابوا داود من سوريا في الحرب. كان ذلك النحاس تحت يد الملك في سوريا هدر عزرة، فكان عمودان النحاس شهادة لنصرة الملك داود، ونصرة الملك داود كانت ظلا باهتا ضعيفا لغلبة ربنا يسوع المجيد على الصليب وقيامته. والغلبة التي بيها أنقذنا وصلحنا نحن الذين كنا مستعبدين وأعداء، ولكن الآن أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. كان اسم ذلك الملك الوثني هدر عزرة، يعني معونة هدر، وهي معونة إله الطبيعة للخليقة. أحيان كان يسمى هدر رمون، ورمون معناها المرعد، يعني إله الطبيعة المخوف المعين للخليقة أو حامل الخليقة. ودي طبعا لربنا الخالق الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، والكلمة هو المسيح. وأوقف العمودين أمام الهيكل، واحد يمين واحد شمال، ودعا اسم العمود الأيمن يكين أي ثابتا، واسم الأيسر بوعز يعني قويا. ودي طبعا مشيئة ربنا لكل مؤمن في المسيح. المسيح يقيم عمودا ثابتا ويقويه بيمين العزة الإلهية. يبقى الثبات والقوة. طيب تعالوا نلخص الكلام الجميل ده. انتم القديسين الوارثين يعني الناضجين، مش قصر يعني الوارثين ميراث في النور. انت ابن ربنا العمود المثبت القوي، يقيمك الله ويثبتك ويعينك بقوة الروح القدس. انت في المسيح الغالب المنتصر على الاعداء ابليس وجنوده. انت في المسيح الحامل الخليقة وكل الاشياء بكلمة قدرته. يبقى العمودين دول مش كانوا مش شايلين حاجة في مدخل هيكل سليمان زي ما قلنا في الاول، او كانوا مجرد منظر جميل في المدخل. ده ربنا عايز يقول لنا انت يلي داخل هنا تبني هيكل جواك من دار خارجية وقدس وقدس اقديس، وتخرج من قدس الاقديس الارضي لفين؟ للهيكل السماوي في سفر الرؤيا، يعني من هيكلك لهيكل الله صاعدا إلى العرش مع يوحنا الرائي، ومن يغلب أجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج خارجا. يبقى أنت في المسيح
في المسيح حامل الخليقة، يتشاف فيك انتصارات داود وإيداني ومجد سليمان، ومحدش يقدر يخرجك أبدا أبدا من بيت أبو. صانع الأعمدة، حرام الصانع معناها الأخ يرفع. حرام صانع العمودين التوئمين ده اسم عبري وفينيقي اختصار أخي رام ومعناه الأخ يرفع. الصانع الماهر أو المشير الممتلئ بالحكمة والفهم والمعرفة. فاكرين الأخ التوأم والبكر بين إخوة كثيرين؟ لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. يعني الداخل من هنا هو توأم وصورة المسيح الملك والكاهن. وكان حرام يصنع كل الأشياء النحاسية كالأعمدة مثلا، يصنعها بعيد عن الهيكل، يسبقها تحت الجبل في غور الأردن في أرض الخزف بين منطقتين سكوت والسرطان. في غور الأردن لأن أرضه تحتوي على طين خزف صالح للسباكة، فالمسابك الأرضية بنارها اللي تصفي المعادن تشير لتجارب وحروب إبليس والعالم، اللي بتصفي الإنسان وتشكله في البرية فيصير صالحا للملكوت. بين سكوت وسرطان يعني بين المظال والصخرة العظيمة. حتى وإنت بتتشكل كالنحاس المحتمل تجارب البرية وحروب إبليس، انت في ظل العلي القدير، والصخرة هو المسيح العظيم يسندك ويظلل عليك ويحفظك حتى وانت في سكوت سرطان. العمودين مصنوعين من النحاس القوي المحمى بالنار، علامة على الصلابة والبر فيك على الله. العمودان يمثلان حياة الجهاد المصحوبة ببر الله الذي يقود إلى الملكوت، يصنعهم ويشكلهم وينقيهم ويأدبهم، والنحاس خاضع وطائع بين إيديه في النار. أي في مكان التجارب والحروب ينقينا من كل غضب وطمع وأنانية وإلتواء، يخرج التمرد اللي جوانا ويثبت المهزوز فينا ويشكلنا ويجملنا في أرض الشقاء في البرية في أسوأ الظروف، ويسبكها وبعد ما يخلص تشكيلنا وتجملنا يرفعنا يعني يصعدنا على جبل المريا للهيكل. المسيح في حياته على الأرض علمنا كده، هو أول من ارتفع على الصليب ذبيحا، يسوع هو الحمل المذبوح، قائما عمودا ثابتا منتصبا خاضعا طائعا محبا لينا بقوة وحامل الخلاص لكل البشرية، وهو منتصرا ظافرا على سلطان الظلمة ومخضعا كل شيء تحت قدميه. رجلاه النحاس النقي في رؤية 2:18 علامه السلطان بقوة على إبليس وجنوده، وإن في المسيح ليك سلطان أن تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. العمودين مكانهم في مدخل القدس في الهيكل، لأن مفيش دخول لهيكل ربنا إلا على حساب دم الحمل الممثل في ذبيحة المحرقة المسيح المصلوب. والعمودين هو المسيح الملك والكاهن، وإنت في المسيح. ويقال أن الكهنة والملوك كانوا يمسحون عند هذين العمودين. الكهنة يمسحون عند العمود الأيمن يكين ويثبت الله كرسيه، والملوك عند العمود الأيسر بوعز ويقويهم الله بيمين العزة لامتداد المملكة. هذين العمودان يرمزان لحضور الحمل القائم في الدار الخارجية ووسط الشعب. العمودين في الدار الخارجية قدام الشعب علشان كمان يفتكر الشعب باستمرار عمودي السحاب والنار اللذين كان يسير فيهما الرب أمام بني إسرائيل في البرية، يقودهم بناره ومجده، يحفظهم وينير لهم الطريق. النهاردة بيوضع عمودين من الخشب كجزء من تصميم حامل الأيقونات في بعض الكنائس لتذكير يكين وبوعظ في حياتنا، وعلشان يتسند عليهم الكاهن عند دخوله وخروجه من الهيكل فيستمد ثباته وقوته من عمل الروح القدس. إنه محتاج إلى الثبات عند دخوله المحضر ربنا وإلى القوة عند خروجه إلى الشعب ليخدمهم.
العمودين من النحاس. النحاس هو البر الإلهي مطبقا على الإنسان في القضاء. الذهب هو البر الإلهي الأصلي. العمودين طول كل منهم كان 18 دراع، موضوعين على قاعدة 8 أذرع. هم على شكل اسطوانة مفرغين من الداخل، لأن بالمعمودية يسكن الروح القدس داخل الإنسان. وزينة العمودين تمثل رمزيا زينة أولاد الله وما ينبغي أن يتجملوا به. فوق العمودين في تاجين، ارتفاع التاج الأول 5 أذرع، وفوق التاجين للعمودين الأولانيين في تاجين تاني على شكل زهرة السوسن وارتفاعهم 4 أذرع. يفصل بين التاجين والعمودين 100 رمانة، وبين التاج والتاني 100 رمانة. هكذا الرمان يمثل وفرة الثمر الروحي داخليا وخارجيا. حياتنا ينبغي أن تكون جميلة ومثمرة، مش 30 و60، لا 100. وحبوب الرمان أبيض وأحمر، الأبيض دليل الطهارة والنقاء، والأحمر الفداء يعني البذل والتضحية. وكل رمانة تمثل تكريس القلب لربنا وحده وبصفة شخصية، حيث الرمان بيمثل البتولية والتكريس، والعنب يمثل الكرمة وحياة الشرية. الكتاب يحثنا أن نكون لا متكاسلين ولا غير مثمرين، وأن نسلك مثمرين في كل عمل صالح، ومملوئين من ثمر البر الذي يسوع المسيح لمجد الله وحمده. وكانت التيجان مزينة بسلاسل مجدولة. السلاسل بتفكرنا أننا كنا عبيد لإبليس، والآن قد تحررنا من سلطانه، لكن أصبحنا عبيد لربنا. وأسرى حاجتين، محبته ونعمته. حبال المحبة المجدولة بالثالوث هي اللي تربطنا بالرب، لأن محبة المسيح تحصرنا. ولا ننسى أن من واجبنا أن احنا نعيش لا لأنفسنا بل للذي مات لأجلنا وقام، وإحنا قمنا وصعدنا وجلسنا معه في السماويات في الماضي، واتجينا لذان على العمود بهم نوافذ أو شبابيك 7 للتاج الواحد. يبقى التاج الأول يمثل الروح القدس والسبعة أرواح الله، وشفناها في الجزء 11 من الرسالة. ومجدولين بالمحبة، مثمرين بثمار الروح القدس. التاج العلوي على شكل زهرة السوسن، ويفصل التاج عن التاج الأسفل 100 رمانة تاني. قال المسيح في متى 6: تأملوا زنابق الحقل، وزنابق الحقل هما السوسن، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. والسوسن يشير للجمال الطبيعي التي تصوغ يد الله العلي. وربنا بنفسه قد شبه شعبه بسوسنة الأودية يعني الطاهرة. ويجب علينا أن احنا نعيش في الزمان الحاضر عيشة زنابق الحقل، تسربنا زينة التقوى وتفوح منا رائحة المسيح الزكي، وننشر حولنا عطر النقاوة والقداسة والطهارة العملية. وأولا وأكيد المسيح هو تاج جمالنا ومجدنا. قد ألبسنا نحن أيضا ثيابا مجيدة، ثياب الخلاص ورداء البر. ياريت نعيش عيشة النقاوة كزنابق طاهرة، ولنا السلوك الحسن نتزين بتعليم مخلصنا الله في كل شيء. يبقى السوسن يمثل الجمال النقي الرايق في طهارة الأبيض وصفاء السماء الأزرق وقوة يمين الرب البنفسجي، ولينا رائحة المسيح الزكي. هكذا الرمان يمثل وفرة الثمر داخلك، نلاقي ثمر البر يعني السلام الذي يفوق كل عقل، وخارجك السلوك الحسن. يعني الثمر الخارجي يظهر في السلوك والعمل، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح. سلوكك يبقى سلوك وأخلاقيات وتعليم ملوك. وثمر العبادة يعني الكاهن اللي جواك هو ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ظهور الثمر في حياتك دليل الحياة، دليل النضوج. الثمر يفرح قلب ربنا والناس. لما الشجرة بتطلع ثمر بتطلع ثمر، بيأكلوا الناس مش بتخليه الشجرة نفسها، دليل انتهاء الأنانية. الثمر يظهر صفات المسيح الأدبية في حياتك، شخص مسالم مش بيزعل حد، وديع ومتواضع ومليان بثمار الروح القدس، وهو الثمر المضاعف منه.
يعني في حياتنا ينبغي أن نعيش بإيمان ثابت في حياة منتصرة ظافرة، تظهر عظمة مسيحنا الملك كداود، وحياة مجيدة في مجد سليمان، حياة جميلة لها رائحة عطرة زكية. حياة المسيح فينا وإحنا فيه، حياتنا الطبيعي أن تكون مثمرة، تسبح الله كثمار شفاه الكاهن وتسلك سلوك الملوك، مجدولة بالثالوث القدوس، مربوطة بالمحبة بالمسيح والناس، محمولة ومستنيرة بقوة الروح القدس، وتفرح قلب ربنا فيشتم رائحة الرضا. التاج الملوكي يعلن قيامة يسوع الحمل المذبوح القائم، يسوع المتجسد فيك المسيح الملك والكاهن فيك، كل قوة للعالم وللشر والشرير وكل تاج ليهم يفنى، أما تاج الرب لا يفنى. استيقظ أيها النائم، قم من الأموات فيضيء لك المسيح. استيقظ روحيا، خد المسؤولية، ادي فرصة لربنا إنه يستعلن جواك، ينور جواك، يضيء حياتك. اتحرك يتحرك ربنا معاك وبيك وفيك. اقف في الكاهن والملك اللي جواك في عبادة روحية، اعلن وارفع المسيح المصلوب القائم جوا حياتك إنه هو ملك حياتي، عريس عمري، فدينا الجبار في محبته. هو الحارس والحافظ لينا ولبلادنا ولبيوتنا وأهلينا، وكل قوة شر تفنى وتسقط، كل أفكاره وأفعاله وفساده، ويبتلع كل موت أمام الرب إله الجنود إله القوة. أبونا السماوي، ولينا الثقة بدخول الأقداس ونسجد، ولينا القوة في العبور بثبات بأقدام ثابتة من مرحلة للي بعدها في المسيح ومع المسيح في استمرارية واستقامة بأمينة، ومن صعود لصعود وحتى الوصول لحضن الآب هنعبر بيه وفيه الزمان الحاضر بوعي وإدراك إن في تغيير في الأيام والأوقات من عهد قديم لعهد جديد لأواخر الأزمنة اللي احنا عايشينها النهاردة. هو إيه الفرق بين الخيمة وهيكل سليمان أو الهيكل بصفة عامة؟ لو الخيمة تمثل الحضور الإلهي الساكن في وسط الشعب، ساكن جسده عايش العهد القديم اللي بيتحرك في أرض ترابية، أرض الشقاء في البرية، الله حاضر مع الإنسان اللي لسه بيدور حوالين الجبال، جبال العالم والذات والأنانية والشهوات، وحتى في الحروب والبحث عن الميراث، ولحد بداية المسحة الملوكية حتى داود الملك، لحد هنا كل ده بيمثل الخيمة. الهيكل يمثل الحضور الإلهي في وسط الشعب الثابت في المجد السماوي، أرضه ذهب، وهو صورة للكنيسة الحية، كنيسة عايشة العهد الجديد، عايشة في مجد المسيح وحمايته. في الخيمة انت لسه عايش في العهد القديم وبتدور حوالين الجبال، حوالين نفسك وشهواتك ورغباتك، لسه طفل مش ناضج ولا وارث، عايش في اكتئاب ومرارة، وتتعب وتحبي، بتقوم وتقع، لسه عايش في عبودية العالم والتمرد جواك، ولا خضوع ولا طاعة. وأعظم ما توصل له ترجع لسورة آدم الأولى، لما بترتفع تصعد الهيكل، أنت ابن وارث ناضج لابس المسيح، الروح القدس ساكن فيك، تعلن نصرة داود ومجد سليمان، أنت صورة المسيح والمسيح صورة الله الغير منظور. ترجع لسورة يسوع المتجسد فيك في الدار الخارجية ويملاك الروح القدس في القدس، وصورة مجد المسيح ابن الله في قدس الأقداس. في الدار الخارجية كان الفداء ممثل في المذبح النحاسي الذي يقدم عليه ذبيحة المحرقة، يعني يسوع المتجسد يفدي البشرية على مذبح الصليب. المعمودية الممثل في المرحلة النحاسية حوض الماء وملحوظة، كان الكاهن يغطس فيها بالكامل قبل مسحته كاهن، وبعد ذلك يغسل إيديه للتطهير قبل تقديم الذبايح كل مرة، رمز التوبة المستمرة بعد المعمودية. أما في عمودي يكين وبوعز، المسيح القائم من الأموات وأخضع كل شيء تحت قدميه النحاسية، ومسحة الحضور الإلهي بمسحتي الكاهن والملك القائمين المثبتين بالقوة والعزة. في ملاحظة تانية في سفر الخروج من الإصحاح 25 لحد الإصحاح 30، فيهم ربنا سلم موسى النبي مواصفات ومقاييس الخيمة.
بدأ أولاً أول حاجة بتابوت العهد في قدس الأقداس، وده بيمثل المسيح ابن الله في العرش، ثم المنارة اللي في القدس اللي بتمثل الروح القدس، ثم مذبح المحرقة اللي بيمثل ابن الله ابن الإنسان برضو الفادي المتجسد. وكأن ربنا بيبدأ دايماً بالحضور الإلهي الأول، وكأنه بيخرج من قدس الأقداس ويخرج بالحضور في القدس ثم للدار الخارجية، وبعدين يرجع تاني يدخل بيك أنت تاني وإنت فيه، ياخدك من الدار الخارجية للقدس ثم القدس الأقداس بيت الأرضي، ثم يرفعك في صعود الهيكل بيتك أنت عابر بالصليب ودست الموت بصليبك والمرحضة يعني التوبة المستمرة وقائم من الأموات، وأقضعت كل شيء وحامل في المسيح كل الأشياء في عمودي يكين وبوعز، ويدخل بيك القدس في قدس الأقداس. في ملاحظة تانية، في المعمودية أنت بتلبس المسيح ويسكن فيك الروح القدس من ميرون، وفي خيمة الاجتماع أنت بتمشي الطريق مع المسيح زي ما حكينا قبل كده، وتوصل تحت جبل صهيون ويشكل فيك عمودي يكين وبوعز، وترفع عينيك لقمة الجبل لبيت الرب الهيكل ويرفعك ربنا، ويمسح الملك والكاهن الداخليين الروحيين جواك يقيمهم ويثبتهم فيك. ولا أنسى أن الإنسان هو تاج الخليقة، يثبتك أنت جوا المسيح ويحملك المسيح ويدخل بيك بيته من الدار الخارجية للقدس القدس الأقداس للعرش، لأن من يغلب يجلس معي في عرشي، والخليقة منتظرة استعلان أبناء الله. في رسالة بولس، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الإب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا، ورثة الله وارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. عن الأرقام كمان فليها معاني كتيرة جدا. رقم 8 بداية جديدة مع المسيح ارتفع للسماء، ورقم 18 هو 8+10 هو البداية، لابد أن تكون بالتمسك بالوصايا العشر، وأيضا العشرة مع الله الذي يعمل بقوة في الضربات العشر لينقذ ابنه من الأعداء، فهو التصاق الإنساني الكامل 7+3. ورقم 5 هو عمل النعمة والروح القدس المصحوب بالجهاد وتدريب الحواس 5. ورقم 4 الذي هو التاج الأخير المفتوح للسماء، فهو علامة على التخلص من قيود العالم 4 والانطلاق إلى السماوات. لذلك هذا العمود لم يكن يحمل شيء لأنه حامل كل شيء. أنت أيها المصلوب بحبك الجبار، الناظر من أعالي الجلجثة إلى مواكب الأجيال، السامع ضجيج الأمم وسامع دقات قلوب تنادي بالسلام، وشايف حروب الشعوب وفاهم الأبدية والأيام، كنت على صليبك أقوى من كل الملوك متسربلا بالمهابة والجلال، كنت بين النزع والموت أشد حولا وبطشا من جيوش العالم، وتفتك بجيوش إبليس وتعلن الحرية للأنام بين الجلادين، كنت أكتر حرية من الكون بأنواره، على الصليب بحزنك كنت أشد فرحا وجمالا من الربيع بأزهاره، كنت بأوجاعك هادئا أكثر من الملائكة والسماء وكل الكون وأسرار. في القيامة صورت المسيح فيك، صورت الملك والكاهن القائم فيك بقوة وثبات، ولما أنت ترفع الله في حياتك أنت بترتفع معي. طيب، هو كان في كم هيكل في العهد القديم؟ هيكل سليمان في عهد نبخذ نصر ملك بابل، جاه هو وكل جيشه على أورشليم وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار. هكذا انتهى الهيكل اللي بناه سليمان بعد نحو 400 سنة من إقامته. ده كان أول هيكل. الهيكل الثاني كان هيكل زربابل
انتهت الإمبراطورية البابلية سنة 538 بعد 48 سنة من تدمير نبخذ نصر لهيكل سليمان. انتهت الإمبراطورية البابلية وحل محلها الإمبراطورية الفارسية بانتصار كورش ملك فارس. في السنة الثانية أصدر كورش الملك أمر، وده كان أمر بعودة اليهود المسبيين لبلادهم وإعادة بناء الهيكل في أورشليم وإعادة أواني الهيكل المقدس، وأمر داريوس الملك أيضا بأن تغطى التكاليف من بيت الملك، وأمر حكام الولايات بأن يقدموا لليهود كل ما يلزم لبناء الهيكل وتقديم الذبائح أيضا. ده كان تاني هيكل. بدأ العمل فيه يشوع وزربابل، وكمل البنيان النبيان حجي وزكريا، ثم جدده هيرودس الملك. الهيكل كانت تنقصه 5 أشياء: ما كانش فيه تابوت ولا نار مقدسة ولا سحابة المجد والروح القدس والأوريم والتميم. في عهد هيرودس الكبير أعاد بناء الهيكل على صورة أفخم، وعمل فناء النساء، ودمر تيتوس القائد الروماني هذا الصرح الفخم في سنة 70 ميلادية. أخذ معاه المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه وغيرها كان غنيمة لروما، كما هو مبين على قوس تيتوس بروما. ده احنا كده في الهيكل التاني. هو كان فيه هياكل تانية؟ الحقيقة كان فيه هيكل حزقيال، الهيكل اللي رآه حزقيال النبي في رؤياه ويختص بالأزمنة الأخيرة، وهو هيكل روحي ونشوف فيه خارج من تحت المذبح باللون الأزرق المياه اللي تخرج من تحت عتبة البيت زي ما احنا شايفين في الصورة نحو المشرق، والتي تحولت إلى نهر سباحة لا يعبر، وصل إلى البحر الميت فشفي مياهه وأصبح يفيض بالأسماك، ونبت على شاطئ النهر كل شجر للأكل لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره، ويكون ثمره للأكل وورقه للشفاء. وهي أوصاف شبيهة بتلك المذكورة في سفر الرؤيا عما سيكون في أورشليم السماوية. لما تبص على الخريطة اللي قدامك وهنتكلم فيها بعد كده، هيكل حزقيال يختص بالأزمنة الأخيرة عقب القضاء على جوج وماجوج. وفي الرسمة قدامنا في 3 أبواب خارجيين بعد الطلوع على 7 سلالم، وثلاث أبواب في الدار الداخلية بعد الطلوع على 8 سلالم. يعني بتطلع 15 سلمة زي مزامير المصاعد لحد ما توصل للمذبح الأوسط واللي شكله عجيب جدا، وهنتكلم عنه المرة الجاية. الملاحظة الجميلة فيه حاجات تقاس بالزراع وهي تمثل عمل الله، وبالزراع والشبر أحيانا، والشبر يمثل عمل وجهاد الإنسان، وما يقاس بالزراع فقط يعني الله هو العامل بمفرده. الهيكل ده يمثل هيكل الله. يلا نلخص، عايزين نقول إيه النهاردة كده ببساطة. أنت ابن ناضج مش قاصر وليك ميراث في النور. أنت أخ توأم وابن في المسيح الابن بكر الخليقة، وفيه يقوم الكل وليك سلطان في المسيح الذي يسحق إبليس وجنوده بأقدام من نحاس لامع، وأخضعت كل شيء تحت الأقدام. أنت قديس في القدوس، مخصص ومكرس للغلبة والانتصار، مثمر وترجع لربنا بالحصاد. أنت عمود ثابت وقوي مسنود بيمين العزة، وليك تاج لا يفنى، وفي الروح القدس الذي له 7 أرواح الله، وكنا قلنا الحكمة والفهم القوة والمشورة المعرفة ومخافة الله، ومطفور بالثالوث القدوس، وتسلك بالإيمان العامل بالمحب. ليك أخلاقيات الملوك، وإنت متعبد ومسبح ككاهن، وليك عيون المعرفة، وفي المسيح ليك تاج كالسوسن، والسوسن كقرون القوة. أنت الشاهد للمسيح مرتفع على جبل المريا كالشاهد الأمين، وتقدم شهادة للعالم كله، وربنا هو يقويك ويثبتك بيمين العزة. أنت في المسيح حامل الخليقة، وحياتك مربوطة بالمحبة بالمسيح وبالناس، وحياتك محمولة ومستنيرة بقوة الروح القدس، وتفرح قلب ربنا فيشتم رائحة الرضا. والخليقة منتظرة استعلان أبناء الله للخلاص من الفساد اللي في العالم، منتظرة استعلان المسيح فيك وبيك. انت هيكل الله والروح القدس يسكن فيك.
كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسة. فرغم أننا ما زلنا على الأرض فإن لنا امتياز الدخول إلى الأقداس السماوية بدم المسيح. وأخيرا نقرأ أنه لم يرى في أورشليم السماوية هيكلا. ليه؟ لأن الرب الإله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها في رؤية 22. وهو بذلك يريد أن يؤكد أن موضوع العبادة سيكون الله وابنه الذي أنت فيه، حيث تختفي الحواجز جميعها التي تفصل الإنسان دلوقتي عن ربنا، فلا يبقى ما يخبئ الله عن شعبه، وعبيده يخدمونه وهم ينظرون وجهه. هو ده الامتياز المجيد لكل المؤمنين، إن احنا نشوف ربنا وجها لوجه. النهاردة يسوع ينادي: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ثبت يا رب أعمدتك في حياتي بقوة، وزلزل وإهدم كل أعمدة لإبليس. آمين. اسمحوا لي أرفعك، أسبحك، أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباوط، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ليك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. ليك يا رب كل كرامة والسيادة والقيسة والسلطان. ليك الحكمة والغنى والقدرة. ليك كل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين.